بمناسبة يوم المسرح العالمي، وبالتعاون ما بين مديرية المسارح والموسيقى والأنشطة الفنية مديرية التربية بترعى، أقيمت مسرحية شمس النهار ببطولة عدد من الممثلين الموهوبين في المحافظة في دار الثقافة بدرعة. طبعا اليوم مديرية التربية بدرعة قدمت عرض مسرحي بمناسبة يوم المسرح العالمي، اللي هي مسرحية هادفة بعنوان شمس النهار. كان تحضير لها رائع جدا، وكان أداء طلابنا كان فوق الرائع، وبقدم بالشكر لكل من أعد لها العمل. اليوم العرض الثاني بفعاليات يوم المسرح العالمي بوزارة التربية. انطلقنا مبارحة من دمشق واليوم نحن بدرعة. شفنا عرض كتير مهم، النص متاخذ عن توفيق الحكيم، هو نص تعليمي بامتياز مناسب تماما للمسرح المدرسي. المسرحية تحكي قصة أميرة شابة تريد الزواج بغير الطريقة التي تزوجت فيها أختيها من الأثرياء وأبناء الملوك، وتريد بأن تتزوج من عامة الشعب لتجرب العيش بغير حياة الرفاهية، حتى تسير أحداث المسرحية باتجاه زواجها من قمر الزمان، الشاب الفقير الذي أحبته وعلمها كيف تستطيع الاعتماد على ذاتها. اليوم بمناسبة المسرح العالمي قدمنا مسرحية شمس النهار عن لتمثيل دور المرأة، وأني كان دوري شمس النهار الدور الرئيسي بالمسرحية، وتأليف توفيق حكيم. نحن هاي المسرحية اسمها شمس النهار، وهي قامت مهرجان الرابع من عام 2017. طبعا أنا كان دوري قمر زمان، هو اللي بيجي وبيتحدى الأميرة أنه شلون تصنع من الإنسان شيء، وطبعا نجحت وقاموا أعظم حفل في البلاد. يعد المسرح هو الهوية الثقافية التي تعبر وتعطي صورة حقيقية وأبداعية عن الواقع، والاهتمام بعناصره ومكوناته الفنية وبالمواهب الشابة سيعيد الألقة إليه من جديد. مرح المقداد، الأخبارية السورية.